اخبارك ايه؟ تمام، انا كنت نورت مسافر لما المحل. عملت الافتتاح، فما كانش هذا حظي وحش. افتتاح طبعا تجريبي لافتتاح كبير، لسه افتتاح كبير ما في احد معدل. ما شاء الله، عايزك بس تشرح لنا احسن حاجه عندك او كده، واحنا ناخد جوله في المحل. خلاص، هنا ايش؟ مكسر فستان كمان كوكيت، وفي عندنا نفس هنا 70 حلويات بلجيكيه اماراتيه، ما بلجيكيه اللي فيه الرهان عند العسل 300 نوع العسل اسمه سمره. ايوه هذا يعني هذا سمره، هذا اللي هنا سمره كيلو. طبعا اصلي مضمون، طبعا ضمان، و 10,000 كاش للي يجيب لنا اثبات انه مو اصلي ما شاء الله. وكيلو والربع ب 725، والكيلو شمع ب 600. 2 كيلو هنا هذه ب 1000، يعني خصم، يعني كيلو ب 500 في الاثنين كيلو. عايز تضيفي حاجه في الموضوع؟ كنا عاوزين نقول لكم انه العسل بتاعنا الاصلي اهو. بس هذا عسل عالم في ضمان. هذا ضمان مدار الحياه، يعني مدى الحياه. سديم، عايزين نقول للناس انت فين مكانك بالضبط؟ في حي السامر، في المنار تحديدا، في الشارع العام المنار. يعني كل شرق الخط السريع وشمال جدة ما شاء الله يقدر يقول لك بسهولة. احنا جينا بسهولة على فكرة، نزلنا من الكوبري، كوبري بريمان، نزول من عند محطة الساهر، تلقون على يدكم يمين. بقول لك الافتتاح الرسمي امتى؟ ما اعرف بالضبط، يعني لسه بنسوي افتتاح كذا محل. بس ما شاء الله قبل الافتتاح البضاعة ما شاء الله بتخلص، فانت لازمك كميات تانية. يس. يلا العسل هيعجبني، باخد منه نص. يلا ان شاء الله. سلام.